يقول السائل أو السائلة: خالعت زوجي ولي منه 3 أولاد، أكبرهم عمره 14 سنة، هل يجوز لي أن يكون هذا الابن وليا لي في زواجي من أبي أبنائي؟ إذا بلغ الابن رشيدا فإنه يكون وليا لأمه، يزوجها، نعم، يزوجها من أبيها أو من غيره، نعم، إذا بلغ رشيدا. أما قبل البلوغ لا، ما يكون ولي، أو بلغ لكنه ليس رشيدا بل مخبلا أو معتوها، ما يكون ولي، لازم يكون بلغ عاقلا، البلوغ والعقل، نعم.